تجيش عليها. احمد، جمله الزمالك اكبر قلعه رياضيه اللي قالتها الكابتن حمديه هي جمله بتميز القايمه الموحده اللي داخله في الانتخابات، بيقولوها دايما الكابتن حسين لبيب رئيس القايمه، دايما بيقول الزمالك الاكبر قلعه رياضيه في مصر. انت بتشوف ازاي فكره القايمه الموحده باعتبار ان انت داخل مستقل، وان كان اسم العيله اسم كبير جوه نادي الزمالك، بتشوف ازاي المنافسه ما بين المستقلين والقايمه اللي هي داخلة لوحدها بعدد أعضاء بيكمل المجلس بتنافس الآخرين؟ هو أنا هلخصها في جملة أو في سؤال افتراضي hypothetical question، هي قائمة موحدة ضد مين؟ من هم المرشحون اللي القائمة الموحدة نزلت ضدهم؟ دكتور مصطفى عبد الخالق مثلا، راجل من قامة نادي الزمالك، وكنت لسه في الندوة بتاعته النهاردة وقلت دكتور مصطفى من أهم الأسباب اللي كان في انتخابات في نادي الزمالك. موحدة ضد مين تاني؟ ضد هشام يكن، نجم نادي الزمالك في كأس العالم. جميع المرشحين خارج القايمة، مع كامل احترامي ليهم، في منهم ناس أصدقائي، ناس محترمة، يعني بتتكلم كابتن حمدية جنبي هيمل علامات بارزة في كرة الطايرة. احنا كتحت السن، مش هتكلم عن نفسي، هتكلم مثلا، لا اتكلم عن نفسك، يعني انا اعتبر ابن من ابناء النادي يا استاذ هاني. انا في النادي انا عندي 5 سنين، يعني مارست كافه الالعاب، مارست كره سله، سباحه، تنس، فاحنا متربيين جوه النادي. فلو مش ولاد النادي هيخدموا نادي الزمالك، مين اللي قدام هيخدم نادي الزمالك؟ ومين الكوادر اللي هتكون بتمثل نادي الزمالك في المحافل والمجالس؟ يعني ليه لازم تبقى موحدة ضد كذا؟ يعني هي موحدة تفسيرهم هم ان احنا موحدة علشان احنا عندنا افكار وموزعين ملفات وشايفين ان احنا لو اشتغلنا سوا هنخدم النادي، ما قالوش احنا موحدين ضد اخرين. ليه واخدها من الزاوية دي؟ انا مش واخدها، لكن انا بحسبها كجملة يعني نحويا، هي قائمة موحدة. انت عايز تكمل الجملة، قائمة موحدة بانهي معنى؟ انتوا موحدين القايمة أو موحدين الناس ضد مين؟ ما هي برضو في أسامي تانية ممكن تتحط لأي قايمة، مش شرط إن أنا أقول قايمة موحدة. أنا برضو ما ينفعش أستفز عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك أو المرشحين المستقلين. كل واحد عنده سي في محترم. أنا يمكن بتواصل مع الناس المستقلة يوميا، كل واحد سي في محترم، ممكن يشتغل مع أي مجلس. وعلى مر العصور، وطبعا هقولها مع حضرتك في الحلقة، نادي الزمالك يمكن على مر العصور جاله اكتر من مجلس ائتلافي، منها مجلس الدكتور كمال درويش، وكان معاه المستشار مرتضى، وكان معاه مندول حسيني على ما اتذكر، وعزمي مجاهد، وياسر ادريس، وكانوا كلهم من قائمه اسماعيل سليم. كان 97، كانش 2001. كان 2001 كان هو في قائمه ثانيه، وحازوا على اكثر من 16 بطوله في كره القدم بس في الصالات. وطبعا يمكن تاكد عليا ما كانوش قائمه موحده، كانوش قائمه واحده، كانوا مجلس ائتلافي. ومش يعني ائتلافي ده اللي هو بيضم يعني أكثر اتجاهات من مختلفة، يعني جميل أنسجة في مظبوط. ويمكن تأكد عليا في النقطة دي بما إنها حافظة تاريخ الزمالك في الصالات، الكابتن حمدية بصفتها نجم من نجوم الكرة الطاهرة. مفهوم. فأنا مع فكرة إن يبقى فيه مجلس ائتلافي عشان يبقى فيه أكثر من رأي صائب داخل مجلس الإدارة القادم بعون الله.